أحب المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم أجمل وأروع ترحيب في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة وحراس على الأسوار. والنهاردة لينا حلقة جديدة بكلام جديد من الروح القدس، هياخدنا لحتة رائعة جدا عشان يفهمنا ويعلمنا ويباركنا في اسم الرب يسوع. ما زلنا في وعود الله وصاياه، والنهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا الرجوع والسماء. الرجوع والسماء. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، برحب بضيوفي الغاليين على قلبي جدا، أسيس أمجد خليل. أهلا بيك أسيس أمجد. أهلا بيك أختي. أنت منورنا في أمريكا. أشكرك ربي يباركك. ربي يباركك ويحفظك ويستخدمك. أمين في اسم يسوع. شكرا أختي سلمى. ربي يحفظك. معنا بيتر الجميل. أهلا بيك يا بيتر. أهلا بحضرتك. أنا بشكر رب لأجلك يا بيتر، ولأجل المسحة اللي على حياتك الرائعة. شكرا يا طنط الاستضافة، وشكرا لمحبتك الكبيرة. شرف لي أكون مع حضرتك النهاردة. أهلا بيك. أهلا بيك. أحبائي المشاهدين، قبل ما نتكلم عن الرجوع والسماء، بنصلي لأجل دولة، بنصلي لأجل مرض بيعذب ناس كتير من الأمراض المزمنة. عفوا. النهاردة هنصلي لأجل مملكة الدنمارك، وهنصلي لأجل أمراض الدم. مملكة الدنمارك، مملكة الدنمارك عدد السكان فيها 6 مليون نسمة تقريبا. المسيحية هي الديانة السائدة في الدنمارك، فهناك 74.7% من سكان الدنمارك من أتباع الكنيسة اللوثرية الوطنية اللي هي كنيسة الشعب الدنماركي. هناك 8.4% طوائف مسيحية أخرى. هناك أقل من 20% من السكان ملحدين. هناك في 8.1% من السكان مسلمين. والأيام اللي فاتت هناك في الدنمارك 8000 شخص من الديانة الإسلامية عرفوا المسيح ورجعوا إليه وانضموا إلى الكنيسة البروتستانتية اللوثرية. صلاتنا أن تكون الدنمارك ملك للرب ولمسيحه، ويكون الرب معروفا هناك بنسبة 100% في اسم الرب يسوع. لكن هنتكلم عن أمراض الدم بصفة سريعة. طبعا الموضوع ده ليه أبعاد كبيرة جدا، وكل نقطة فيها أمراض كتيرة، لكن هناخد باختصار أمراض الدم. أمراض الدم بتصيب خلايا الدم الحمراء اللي هي كرات الدم الحمراء اللي بنقول عليها، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدموية. طبعا في أمراض كتيرة في كل صنف فيهم. كثرة البوتاسيوم في الدم مشكلة، فقر الدم مشكلة برضو، كثرة الحديد في الدم مشكلة كبيرة، أمراض الدم الوراثية، سرطان الدم أو لوكيميا الدم، وهو الأكثر شيوعاً في أمراض الدم. طبعاً ناس كتير بتعاني، ولوكيميا الدم يعني شيء فعلاً بيوجع القلب، لأنه بيبقى محتاج يا المعجزة يا إما الشخص يفارق الحياة. لكن احنا بنصلي ان الرب يصنع مفتخرا مع كثيرين، ويشفي كثيرين، ويعظم اسمه مع كثيرين يا رب في امراض الدم اللي ذكرناها. احبائنا المشاهدين، قبل ما نروح للاسيس امجد هنسمع ترنيمه مع بيتر، وهنصلي احنا الثلاثه لاجل الدنمارك ولاجل امراض الدم واللي بيعانوا منها وبينتظروا الرب يشفيهم من خلال حياتنا عايشينها للي فدا، نستنى يجيب نوره ويملانا. حياتنا عايشينها للي فدا، نستنى يجيب نوره ويملانا. والأيام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جايلنا،
المسيح اسهري، نوري بالمصابيح يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طوب التسبيح، ده المسيح عالساحة جاي لنا أرضنا في أواخر الأيام، والعلامات بتخبر قبل الكلام، أرضنا في أواخر الأيام، والعلامات بتخبر قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، والمسيح خب علينا يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طوب التسبيح، ده المسيح السحب جاي لنا، والدموع هو بإيده هيمسح، والأجساد نورانية هنلبسها، والدموع هو بإيده هيمسح، والأجساد نورانية هنلبسها، والأكاليل قدام عرشه هنطرحها، والمسيح مجدو هايملى عنينا يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طوب التسبيح، ده المسيح السحب جاي لنا، ونعيش له وقلوبنا في السماء، كل يوم لمجيئه يقربنا، ونعيش له وقلوبنا في السماء، كل يوم لمجيئه يقربنا، والغربة للسماء بتشوقنا، والمسيح افرحي جاي المسيح وافهري، نوري بالمصابيح يا كنيسة، افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طوب التسبيح، ده المسيح عالساحب جاي لنا، المسيح عالسحب جاي لينا. تفضلي. يا رب فعلا زي ما كنا بنصلي وكنا بنقول، هي دي أشواقنا، هي دي أشواق الكنيسة، عروس المسيح، أنك تأتي وتملك عليها، أنك تأتي وتزف لها خبر الفرح المنتظر ليها، هي دي أشواق كنيسة، هي دي أشواق العروس، أنها تكون معك إلى الأبد، أنها تكون في حضرتك إلى الأبد، أن يتم زفافها، أن يتم فرحها بيك. يا رب فعلا دي أشواق الكنيسة اللي جايين النهاردة نتكلم عنها، جسد المسيح، عروسته، حبيبته اللي فداها، اللي دفع الثمن عشانها، اللي أنقذها ونقلها من سلطان الموت إلى سلطان ابنك. يا رب يا رب بنشكرك لأنك دفعت ثمن ده، بنشكرك لأنك بذلت نفسك لأجلنا، لكي يكون لنا شركة معك، لكي يكون يا رب لنا عشرة طويلة لا تنتهي معك أبدا أبدا أبدا، ملايين بلايين، ما فيش حصر العدد السنين، لأن هنكون معك، فهناك يكون الفرح والتهليل، ومش هنرنم بس، ده احنا هنكون قدام جلالك
دائما في شكر وترنيم وتسبيح لاسمك، وستأخذ كل المجد والإكرام إلى الأبد. نشكرك يا رب. آمين. آمين. يا رب أشكرك وأعظمك وباركك من كل القلب. أشكرك يا رب لأجل كل مرة فيها بنتذكر فعلا فدائك وموتك الكفاري لأجلنا. يا رب بتحد مع أمتك وأخويا بيتر والمشاهدين يا رب بالصلاة لأجل دولة الدنمارك في اسم الرب يسوع المسيح. تعلن يا رب سيادتك على هذه الدولة. تعلن يا رب ملكوتك في هذا المكان. كلمتك تصل للنفوس البعيدة، للنفوس الملحدة، للنفوس التي لا تعترف باسمك أو بوجودك. أوصل لهذه الدولة في اسم يسوع المسيح كما تصل لكل بلادنا في بقاع الأرض يا رب من فضلك. يا رب كمان بنضع أمامك مرضى يا رب الدم، إن كان فقر في الدم أو مشكلة في صفائح الدم يا رب في اسم يسوع، أو اللي عندهم لوكيميا في الدم في اسم يسوع المسيح. أوصل لكل المرضى، لكل المتألمين. يا من سال دماءك على عود الصليب. أوصل لكل مرضى الدم في اسم يسوع المسيح بلمسة شفاء. مكتوب أرسل كلمته فشفاهم. مكتوب أن جميع الذين لمسوك نالوا شفاء. أؤمر بالشفاء لكل حد بيتابعنا، كل حد الآن بيعاني يا رب من فقر دم، من أمراض الدم، تصل إليه الآن في اسم يسوع المسيح. لكن يا رب قبل أن تشفيه من مرض الدم العضوي، أعطي لدمك أن يخلص الحياة، وأعطي لدمك يا رب أن يرش على العتبة العليا والقائمتين لكل بيت بيشاهدنا وبيتابعنا. يا رب ننتظر حلقة ممسوحة بالروح القدس، ننتظر حضورك لفرصتنا. في اسمك الكريم أصلي ولك كل المجد. آمين. يا رب بباركك وبعظمك وبمجد اسمك يا رب، وبنأتي قدامك أنا وإخواتي ونحن نعلم أنك تسمع صلاتنا. قال لك عبدك يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نشكرك لأن مكتوب عنك الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر. نشكرك لأنك تسمع وتبصر وتنظر وترى احتياجاتنا التي نحن في مسيس العوز والاحتياج إليها قبل أن نسأل يا سيدنا الرب. يا رب بنأتي إليك، يا رب بنأتي إليك النهاردة، نتشفع، نتمخض، نصرخ لأجل دولة الدنمارك يا رب يسوع. إنك تفتقدها في اسم الرب يسوع، وتكون أنت معروفا هناك بالحق، ويعرفونك أنت الإله الحقيقي وحدك. نعم. ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم الرب يسوع. افتقد يا رب كل هؤلاء. لا نريد أن يكون 20% ملحدين، ولا نريد عدد المسيحيين أن يكون بالاسم، لكن نريد قديسين يغزون العالم بصلواتهم، بحياتهم، وبخدمتهم أيضا، ويكونوا سبب بركة لكل أقطار المسكونة يا سيدنا الرب. كما أننا نصلي ونتضرع إليك لأجل مرضى الدم، يا رب أعبر إليهم وأعنهم، يا رب اقترب إليهم واشفيهم، يا رب قل كلمة لكل واحد مريض من أمراض الدم فيشفى ويبرأ ويفرح بعظمة صنيعك، لأنك أنت الله القادر على كل شيء. الذي قلت ادعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. بنضعهم بين إيديك ونترجى وجهك فيهم أن تحسن إليهم وتلمسهم، وتخرج منك قوة لشفاء الكثيرين يا سيدنا الرب. في اسم ربنا يسوع المسيح اسمع واستجيب، لك الكرامة ولك كل المجد. آمين. هاليلويا. مبارك اسم الرب. وعود الله ووصاياه. هنروح للأسيس أمجد ونقول له ليه اخترت الرجوع والسماء. الرجوع والسماء لأنه الاثنين مرتبطين ببعض. أيوة. لا سماء بدون رجوع، والرجوع يقود إلى السماء. أيوة. فين الاثنين دول يخت سلوى ذكروا في كلمة الله في تسالونيك الأولى 1:9-10. أيوة. يقول لهم الرسول بولس لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم. أيوة. وكيف رجعتم من الأوثان عشان تعملوا إيه؟ لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. في الآية دي بنشوف ثلاث كلمات. بيقول لهم رجعتوا
عشان تعبدوا وتعملوا كمان وتنتظروا. الله. فنقدر نقول حياة الإنسان رجع بيعبد بينتظر. أكبر. الآية لو موجودة قدامنا، تنتظروا ابنه من السماء اللي يعمل إيه؟ الذي أقامه من الأموات. مين يا رسول بولس؟ قال يسوع. مين يسوع ده؟ الذي ينقذنا من الغضب الآتي. يبقى الآية بتقول أنت محتاج ترجع علشان يكون ليك مكان في السماء. بس قبل ما نتكلم عن موضوع السماء، نتكلم الأول عن كلمة رجعتم. طبعا. كيف رجعتم؟ رجعنا منين؟ يقولون كيف رجعتم من الأوثان. كنتوا بتعبدوا الأوثان، كنتوا ماشيين وراء الأوثان. يمكن واحد يكون بيسمعنا دلوقتي يقول الحمد لله احنا ما عندناش أوثان، احنا لا بنعبد الحجر ولا بنعبد البقر ولا بنعبد الخشب ولا بنعبد الشجر، احنا بنعبد ربنا، بنروح الكنيسة، بنحضر القداس، بنعترف، بنتناول. لكن النهاردة ممكن يكون الوثن ده مش عبارة عن أحجار ولا أبقار ولا أشجار، لكن قد يكون الوثن للأسف هو زي ما قال كتاب الطمع الذي هو عبادة الأوثان. صح. قد يكون الذات هو الوثن، قد يكون المال الوحيد اللي الرب قال عنه في الكتاب المقدس أنه إله وقارن نفسه بالمال. لما قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما الله أو المال. المال في حد ذاته بركة، لكن إذا استعبدني المال تحول إلى لعنة. والكتاب المقدس مش ضد المال، لكنه ضد محبة المال التي هي أصل لكل الشرور، التي إذا ابتغاها قوم عملوا إيه؟ ضلوا وطعنوا أنفسهم بأوجاع. إذن الرب النهاردة بيسألني، هل في وثن في حياتك؟ هل في وثن في حياتك؟ هذا الصنم وهذا الوثن قد يعيق أن تصل إلى السماء. لا، مش قد يعيق، فعلا سيعيق وصولك للسماء. أنا محتاج أرجع. يعني أرجع؟ يعني أتوب. يعني أتوب؟ التوبة هي تغيير مسار. التوبة أن أغير اتجاهي وأغير مساري ويكون لي علاقة حقيقية مع ربنا يسوع المسيح. ولما يكون لي علاقة ورجعت من الخطية ورجعت من الشر ورجعت من العالم، أقدر أقول أنا لي مكان في السماء. أنا لي مكان مع ربنا يسوع المسيح. مجدا للرب. ما فيش شك أن الكلام عن السماء كلام رائع، بس زي ما قال أسيس، بس ليه شروط. فعلا الرب يسوع في يوحنا 14 قال لهم لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. كلام عن السماء ممكن نقعد نتكلم فيه سنين ما نزهقش، لأن ده الهدف الوحيد اللي إحنا في انتظاره. إن النهاردة بنشوف الرب بالعيان بالإيمان، لكن بكرة هنشوفه بالعيان. بقول له يا رب فعلا مشتاقين نشوفك بالعيان. فدايما الروح القدس يقول بعد ما تخلصوا اللي وراكم، بعد ما تكلموا الناس عني، بعد ما يختبروا خلاصي، بعد ما يرجعوا ويتوبوا. عشان كده احنا بنصلي النهاردة إن كل حد بيشوفنا، كل حد بيسمعنا، عايز أقول له يسوع بيحبك، يسوع بيحبك، تعال ارجع ليه، تعال توب، تعال اختبر خلاصه، تعال حبه من كل قلبك، وهتشوف قديه هتبقى أسعد إنسان على وجه الأرض. ده الإحساس اللي جوانا، إن إحنا بالرغم من أشواك الطريق والمصاعب اللي بنقابلها، بس جوانا سلام الله الذي يفوق كل عقل، بيحفظ قلوبنا، بيحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. خلينا نرنم تاني. أمين. مع أخونا بيتر. أمين. ونفكر في موضوع الرجوع. نعم. علشان يبقى جوانا أشواق جميلة لبيت الأب. أمين. تفضل يا أخ بيتر. Thank you.
يسوعنا السما دي لينا وضمناها على حساب دم يسوعنا بدأ المشوار واحنا وياه سير قدامنا في رحلتنا والرحلة معاه مضمونة والرحلة معاه مضمونة ده سير قدامنا في رحلتنا سير قدامنا في رحلتنا والرحلة معاه يكمل
اسم الرب بالتأكيد اللي بدأ معانا حيكمل. هو قال أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه. وهنا عايزة أسأل أسيس، ناس كتير متلخبطة في الآية دي أسيس. بيقول في يوحنا 14 لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. الرب بعد القيامة راح يعد المكان ولا المكان معدود؟ yeah. لأن في ترنيمة بتقول راح يعد لنا المكان. yeah, yeah. أيوة. مشغول بينا بقاله زمان. أيوة. فإيه رأيك؟ لا، حسب الآية اللي موجودة قدامنا الرب خلاص أعد المكان، لأنه في أول الآية بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. فطالما في منازل كثيرة هو مش محتاج إنه يروح يعد المكان. فبيقول لهم لو كانت المنازل اللي هناك قليلة أو مش موجودة يقول لهم وإلا. يعني كلمة وإلا يعني لو ما فيش منازل كثيرة، لو ما كانش في منازل، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. فعاوز يقول لهم اللي معطل الموضوع مش المنازل، ربنا ما عندوش أزمة أسمنت فوق، ما عندوش أزمة عمالة فهو مش عارف يبني منين أو الميزانية ما كفتش معاه. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا يعني لو ما فيش منازل فإني كنت قد قلت لكم أن أذهب أو أمضي لأعد لكم مكان، ومتى أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. الحاجة الثانية برضو اللي لازم نفهمها، ما هي المنازل يا أخت سلوى؟ أيوة. في ناس بتقول المنزل ده إيه، يعني شقة، بناية، بيت. في مدرستين بيفسروها، البعض قال منزل، منزل جاي بمعنى روم أو هاوس، منزل فعلا، ولأنه نفس الكلمة في اللغة اليونانية في نفس الإصحاح لما يقول إليه آتي ونصنع عنده منزلة جاي بمعنى مسكن، مسكن لربنا بيكون موجود معاك ومسكن. والبعض قال لا، هنا مسكن أو منزل مش بمعنى الهاوس اللي بنسكن فيه، لكن بمعنى المنزلة، المكانة أو الدرجة، أو الدرجة والمكانة والغلاوة. سواء دي أو سواء دي، ربنا ما عندوش مشكلة في المنازل إنها قليلة، كل حاجة معدة وكل حاجة جاهزة. علشان كده الأهم في نفس الإصحاح زي ما قلنا الرب قال إنه اللي يحبوا الآب إليه نأتي ونصنع منزلا. لو أنت عايز منزل فوق خليله منزل تحت. منزل تحت جوي. إن أعد الله في قلبك منزل يكون لك أنت أيضا منزل، مع أنه هو لكل المجد لما قال أرض يتقال عنه لم يكن لهم موضع في المنزل. هو ما يزعلش أبدا وما زعلش أنه ما كانش ليه منزل وتولد في مزود أبقار، لكن ربنا يحب جدا تكون أنت المنزل لكي يكون لك منزل. إن أردت منزل في السماء لتكن أنت منزل للرب في الأرض. لو الرب سكن في قلبي وأنا عايش على الأرض يسكنني معه في السماء والمنازل الكثيرة. مبارك اسم الرب له المجد. قبل ما أسألك سؤال تاني في نفس الأصحاح يا حد الأسيس، افتكرت دلوقتي واحدة أخت كانت غالية على قلبي قوي في مصر، اسمها الأخت عايدة منصور، يمكن كتير يعرفوها من المطرية في القاهرة، وجبناها في اجتماع السيدات عندنا في كنيسة ناطق قداسة في القللي اللي الأسيس راعي فيها دلوقتي، وحكت لنا الاختبار الفظيع ده اللي فعلا بيخلي جسم الواحد وشعره يقف. الأخت عايدة كانت جالها حمل وحالة سقط، فراحت مستشفى عين شمس التخصصي وماتت من النزيف الشديد. فماتت، فقالوا لأهلها هي النزيف عمل لها أنيميا حادة ومعرفناش إلاها دم، وبعدين ماتت. قالوا لهم جهزوا نفسكم علشان تاخدوا الجثة وتدفنوها. قالوا طيب، ده أهلها في الأقصر، هي اللي حكت كده بالحرف، ده متسجل عندنا كان. وبعد 3 أيام خلوها في المستشفى في التلاجة، بعد 3 أيام نجيب أهلها من صعيد مصر في الأقصر وناخدها ندفنها.
في الوقت ده هي أخت فاضلة بتحب الرب قوي، قالت أنا لما مت حسيت، هي كانت ضخمة البنية يعني ضخمة، حسيت نفسي ريشة طايرة وفي ملاك طاير فوقية وأنا طايرة وراه زي الريشة، والرب خدني للسماء ووراني جمال السماء ووراني جماله ووراني مستويات في جمال السماء غير عادية. أنا بعلق على كلام القسيس على في بيت أبي منازل كثيرة، فكل ما أشوف الملاك يوريني جزء ألاقيه رائع جدا، بعد كده يوريني جزء تاني ألاقيه أروع، وجزء تالت ألاقيه أروع، إيه ده؟ إيه ده؟ مخي مش قادر يستوعب الجمال ده كله. فقالت له إيه الحاجات والمستويات اللي أروع من بعض دي؟ قال لها ما دي الأكاليل، دي الأكاليل بتاعت المؤمنين. يعني إحنا فاكرين إن الأكاليل هتبقى تيجان فوق رأسنا فوق بعض فوق بعض وممكن تقع على رأسنا، هنستحملها إزاي؟ مهم يعني. قال لها لا، الأكاليل هي مستويات أروع وأروع وأروع في السماء. فحكت بالتفصيل عن جمال السماء وجودها هناك، فقالت للرب خليني هنا. قال لها لا يا عايدة، أنا هنزلك تاني. هتنزلني الأرض؟ قال لها أيوة، أنا هنزلك تشهدي عني وتقولي للناس عني وتقولي إن أنا قريب جدا جدا على الأبواب، على الأبواب، وحاجي أخد كنيستي قريب للسماء. قالت وبعد ما سمعت كده بصيت لقيت نفسي دخلت الريشة اللي طايرة لفوق دي، دخلت في قفص حديد واتحبست فيه، ما كنتش تعرف ان هو ده الجسد. في الوقت ده كانت مستشفى عين شمس تخصصي خدوها قبل ما اهلها ياخدوها للتشريح وحطوها على المشرحة، والدكتور الجراح بيشرح للتلاميذ وبيقول لهم الطلبة بتوع كلية الطب دي لما نزفت حصل ايه في القلب وكيف ماتت وكذا كذا، وبيعلم بالألم على المناطق اللي اتأثرت في الجسد سببت الوفاة. فهو بيعلم كده وبيحط علامة في رجلها وعلامة في رقبتها وعلامة عند القلب وكده، ففي طالب واقف عند رجلها قال له يا دكتور في نبض في رجلها. دكتور طبعا زعق فيه جامد، قال له انت مش مفروض تدخل كلية طب أساسا، مش مفروض تكون دكتور، انت كارثة اللي زيك لازم يترفد، لأن دي ميتة ليها 3 أيام. وبعدين صرخ ولد عند رقبتها دكتور في نبض في هنا في الشريان الرئيسي اللي بيطلع للمخ، في نبض الحق. وصرخ الولد، الدكتور اتخض وبص لقى أن في نبض في الرقبة، الشريان اللي بيدخل المخ، في نبض في الرجل، وابتدت العروق تنبض وابتدى القلب بوم 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 ينبض. الدكتور ساب كل الآلات، هو هيشرح الجثة قبل ما كان أهلها وصلوا وجابوا الصندوق والكفن وكل حاجة ومستنيين هتيجي، والدكتور جري وساب المشرحة وبقى يقول أستغفر الله العظيم، بقى مخضوض جدا ومذهول. وبعدين فتحت عينيها وقامت، وهي مش مصدقة إنها شافت الرب يسوع وشافت السماء. وبعد كده أول ما فتحت عينيها بدل السويت اللي كان برا ابتدت الزغاريد تبقى والفرح الغير عادي في مستشفى عين شمس التخصصي. وبعد كده قامت ومشيت لحد المكان اللي فيه عيلتها. طبعا الكل كان مش مصدق. في الوقت ده اتوزع كذا كرتونة كتاب مقدس في مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة. أنا عايزة أقول الكلام ده مش بنحكيه خيال، أنا شفتها الكلام ده اتحكى قدامنا في اجتماع السيدات وحكتهولي هي شخصيا، وكانت بتروح تشهد زي هي ماتت 3 أيام شافت الحبيب وشافت مجد السماء.
ورجعت تخبر عنه وتقول أبرع جمالا من بني البشر. شكرك. والسماء أروع مما تتخيل عقولنا البشرية. يلا نرنم مع بيتر. أمين. وننبسط. أمين. وبعدين نرجع للقسيس. هاليلويا. مبارك اسم الرب. ما أروع الترنيم على السماء، بيدوب القلب. وإحنا عارفين إن ليس لنا هنا مدينة باقية، ملناش مدينة باقية، لكننا ننتظر العتيدة. إذا كان إبراهيم زمان
كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات اللي صانعها وبارئها الله. فكم وكم نحن إحنا في أواخر أواخر الأيام، وأعتقد أن كل الدنيا والأخبار بتقول كده. لكن أسيس أمجد، نفسي أقف مع حضرتك في عدد 4. أيوة. بعد ما بيقول لهم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، بيقول لهم في عدد 4 وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. نعم. يقصد إيه بالطريق؟ هل الطريق للسماء ولا الطريق للمسيح ولا إيه؟ بيتكلم عن الطريق للسماء. إزاي توصلوا من نفس الطريق؟ ونفس السؤال اللي حضرتك سألتيه اتسأل على طول في نفس الموقف توما. توما في الأصحاح اللي بعده على طول. أيوة. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين نذهب. بيقول له بعدها فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال بعد كده الرب يسوع، قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة. عاوز يقول لهم الطريق للسماء من خلال يسوع المسيح فقط. أيوة. ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء به ينبغي أن نخلص. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فالرب يسوع المسيح له كل المجد، هو الطريق الوحيد للسماء. مش هقدر أوصل للسماء إلا من خلال الرب يسوع لي كل المجد. أعمالي ما توصلنيش، لأنه في ناس ملحدين، في ناس غير مسيحيين، في ناس لا تؤمن أصلا بوجود إله، بيعملوا أعمال عظيمة جدا جدا. يبقى الأعمال ما توصلش. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. بتقول إزاي؟ ده الكتاب المقدس نفسه قال في رسالة يعقوب إنه إيمان بدون أعمال ميت. الأعمال مهمة، قال أعمال مهمة، بس الأعمال مهمة عندما تكون ثمرة الإيمان. فالإيمان أولا ثم الأعمال. عشان كده قال الكتاب وأعمالهم تتبعهم لا تتقدمهم. الفكر ده على فكرة السائد مش بس في الديانات التانية، حتى في المسيحية يقول لك أهم حاجة أعمالك، عملك عمالك. أيوة. أهم حاجة أنت عملت إيه. أنا لا بقطع رقاب ملايكة ولا أنا بعمل ولا بعمل ولا بعمل، زي الراجل الفريسي. ما الفريسي كان كده. أيوة. قال له أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتني، لست مثل باقي الناس الزنات الخاطفين، ولا بعمل ده كله. بس تخيل نزل لبيته خاضي. الشخص الثاني العشار كان بيعمل كل حاجة غلط، بس نزل إيه شكله؟ نزل إلى بيته مبرراً. ليه مبرراً؟ لأن الراجل ده جاي بيقول له أنا وحش، أنا خاطي، بس أنا مش معتمد على أعمالي. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. إحنا مش ضد الأعمال، لكن الأعمال تأتي ثمرة للإيمان. آمن فتعمل، لا تعمل لكي تؤمن. إذن يا أحبائي محتاجين نفهم هنا إنه ربنا بيقول دخول السماء من خلال الإيمان. طب فين الطريق؟ لا، التعبير الصح مش فين الطريق، مين الطريق. لما أقول فين الطريق أنا بدور على الأسفلت، أنا بدور على الوسيلة، أنا بدور على حاجة توصلني المكان. لكن الرب نفسه لكل المجد هو الطريق والحق والحياة. لا وصول إلى السماء إلا من خلال ربنا يسوع المسيح. عندما نصير في المسيح خليقة جديدة يضمن وصولنا إلى السماء. مبارك اسم الرب. الرب قرب يجي. نعم. الرب قرب يجي. إذا كان في القيامة بعد ما صعد من على الجبل والتلاميذ وكل الجمهور اللي واقف بيبص عليه وهو صاعد. نعم. ولقوا ملكين بيقولوا لهم مايكم تشخصون إلى السماء. أيوة. هكذا. نعم. إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا. أيوة. إلى السماء. أيوة. سيأتي ثانيا كما رأيتموه منطلقا. أشكرك. هو جاي تاني. هو جاي تاني. بس أنا عايز أسأل سؤال، أنت مستعد لمجيئه؟ أنت مستعدة لمجيئه؟ في ناس أخذت الخلاص ونامت وبتقول خلاص، ما هو خلصنا وخلاص، هنعمل إيه تاني؟ يعني زي ما بيقول الأسيس مش بنقطع رقاب الملائكة، لكن نشكر الله يعني خبزنا كففنا أعطينا اليوم، وعايشين حياة روتينية. بس أنا عايزة أقول لك خلينا نسهر
زي ما كان بيقول بيتر في الترنيمة، نسهر ونصلي ننتظرك، نعم. تجينا وتتمم وعدك. هو جاي، هو جاي قريب قوي. الأحداث اللي بنسمعها مرعبة مرعبة. إذا كانوا كل الأديان التانية بتقول خلاص هتقوم القيامة، خلاص الدنيا بتخلص، فكم وكم نحن أحبائي إن خلاص أنا الآن أقرب مما كان. أقرب جدا مما كان حين أمنا، نعم. إن نجاتنا تقترب. هللويا. بس يا ريت لما نقف قدامه ما نقفش خجلانين، لكن نقف ورأسنا مرفوعة، وكل واحد يبقى لسان حاله. أنا أولكم أقول يا رب العمل الذي أعطيتني، نعم. قد أكملته. أمين. كملت اللي عليك. أنا بصلي إني أكمل اللي ورايا. قال لي سلوى لما تخلصي اللي وراكي مش هتستني ثانية، هتنطلقي على طول. بقول له ساعدني أخلص اللي ورايا بقوة وبسرعة عشان أنا مشتاقة أشوفك. خلينا نبقى عندنا أشواق للسماء، وخلينا نرنم تاني. أمين. وناخد كلمة أخيرة من القسيس قبل ما يصلي لنا ونختم الحلقة. أشواق للسماء. أشواق. أمين. هللويا. ومنتظرين نشوفك بالعيان. تناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. تناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا
القسيس يختم لنا بالصلاة. أمين. الحلقة خلصت. أمين. تفضل. هاليلويا. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا خدت قلوبنا وخدت حبيبي. عينينا للسماء. مفيش أجمل من حبيبي. الكلام عن السماء ولا التسبيح عن السماء. أيوة. بتسمو بأفكارنا، بتسمو بقلوبنا. أيوة. شوق قلبنا أكتر وأكتر. أيوة. للسماء. وساعدنا نرفض إيدينا من تراب الأرض وتراب العالم، إن كان في أمراض، إن كان في أوجاع، إن كان في أحزان، لكن أكتر حاجة تعزينا إنك جاي، جاي على السحاب تأخذنا، تغير هذا الجسد يا رب من فضلك، وتجعلنا على صورة ابنك الغالي ربنا يسوع المسيح. أشكرك لك، أنت الطريق والحق والحياة. ساعدنا نعرفك يا رب فنصل إلى السماء. بصلي كل حد بيتابعنا النهاردة تسكن في قلبه وتصنع في قلبه منزلا، فيكون له منزل في السماء، ولك كل المجد. آمين. آمين. مبارك اسم الرب. نشكركم جدا احبائنا المشاهدين لاجل متابعتكم. شكرا ليك يا قسيس امجد. شكرا. ربي يضاعف قوته ليك وبركه ومجد غير عادي على حياتك. شكرا ليك يا بيتر. شكرا لحضرتك. الرب يكتر من امثالك. امين. ويديك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر. شكرا ليكم احبائنا المشاهدين. ما تنسوش تصلوا لاجل قناه الكرمة، ما تنسوش تساهموا في عمل الله، لأن الكرمة بتنتظر قديسين يقفوا معاها في الثغر عشان تقدر تسد الديون اللي عليها. وإحنا بنشكر رب لأجل مجد الله المستعلم في هذا المكان، واثقين إن الرب لن ولن يترك هذا المكان بدون أن يعضده الكثيرين من أولاد الله الأتقياء. نلتقي بكم أنت أنا الرب في الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم.